ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم السبت الموافق 14 اكتوبر 14/10/2023. هتشهد الايام الجاية نجاحات كبيرة جدا، خاصة على صعيدك المهني، بسبب شعورك انك دايما مليان بالطاقة والحيوية ورغبة كبيرة في انك تنجز كتير. هينعكس ده كله ايجابيا على احوالك المادية، حتى عليك انت واسرتك. ممكن تتمكن من انك تكسب فلوس زيادة مقابل خدمة شخص انت بتعرفه. النهاردة اموالك في حالة من تغير مستمر، لازم تبقى منضبط في انفاقك وتركز على انك بتنشئ خطة مالية مثالية وقوية. هتضع في اعتبارك انك بتدور عن طريقة جديدة تزيد بيها الدخل، زي مصدر دخل تاني او عمل مستقل او حتى تحقق الاستقرار المهني. بالنسبة ليك، بسبب انشغالك في الشغل وجدولك المزدحم يوميا، هتبتدي تعكز عن انك تنتبه للحب والعلاقات العاطفية. هتعاني من كتير من المشكلات في الصعيد ده، وده اللي بيخليك ترتبك في بعض الوقت، وينعكس حتى على حياتك المهنية وشغلك. هتتراكم عندك كتير من المشاعر السلبية اللي هتخليك تحس بتعب، وهتسبب ليك كتير من التوتر. عشان كده لازم تاخد خطوة ورا قرارك ده، عشان تهتم بنفسك اكتر وتسمح ليك بانك تلاقي حبيبك واللي انت بتتمناه. حياتك النهاردة فيها كتير من المباهج والزوايا، فما تنتظر ما تبصش ليها بمنظور ضيق. حاول انك تخلي افاقك اكتر اتساع ورحابة وانفتاح على التغير والتطور.